اي علبه دواء انا بطلعها انتجها 90% من مدخلاتها دي العلبه، عشان اديها لك علبه دواء وقرص بستورده من بره. 90% من مدخلات علبه الدواء المصريه مستورده، مستورده من بره. 90% منها الماده الخام، والماده المواد المساعده ليها، والالمونيا اللي بتحط فيها، والعلبه والنشره. العلبه والنشره ده ورق، ومصر بتستورد الورق. الحبر اللي بيتكتب عليها التعليمات مصر بتستورده، وبالتالي ده 90% مدخلاتها مربوطه بالدولار. ففي تكلفه على الصناعه. انا النهارده العلبه دي بخش انا لهيئه الدواء بقدم مقترحي بالتسعير اللي انا عاوزه. كويس. هيئه الدواء بتاخد الكلام ده، عندها اداره متخصصه اسمها اداره التسعير. هذه الاداره على اعلى مستوى واعلى كفاءه على مستوى العالم كله، خلاص بدقه شديده تقدر تعرف علبتي دي متكلفه كام بالظبط. لو انا بقول هي متكلفه 100 جنيه وهي في الاساس الكلام ده كله مش مظبوط، هي لقيته 50 جنيه، تقدر توصل اذا كان 100 جنيه او 50 جنيه. الشركات لا تسعر الادويه، تسعر الادويه لادارات المختصه في هيئه الدواء، هيئه الدواء، وهي ادارات ذات كفاءه عاليه جدا على اعلى مستوى. والعلم حضرتك كل تفصيله كل جرام ماده خام، هو النهارده عنده اليتين لمعرفه صحه البيانات. انا بقدم له ورق وفواتير، هو بياخدها كاسترشاد وليس كتعامل جدي في ان ياخد حاسم له. هو بيرجع لمصادر تانية، مصدر منها سعر الماده الخام بره كام، بيطلع عليها بره سعرها كام. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا شركه مستورد ب 100 دولار بس في شركه تانية مصريه جايبها ب 50 دولار خلاص. فهو لما بيجي يسترشد بيشوف المقارنه فبياخد ال 50 حتى في التسعير، ما بيدينيش ال 100 اللي انا جايبها، بيقول لي لا في حد جايب ب 50. لان انا لما بستورد اي ماده خام لازم اخد موافقه هيئه الدواء. ما فيش عل جرام ماده خام بتخش مصر الا موافقه هيئه الدواء. الجمارك لن تسمح بخروجها الا بموافقه هيئه الدواء. فانا بقدم فواتيري بحيث ان هو بيسجلها عنده كداتا. هو انت سيادتك لما بتيجي تطلب سعر لدواء منتج، انت شركه وهتقدم، بتقدم السعر بناء على ايه؟ الاجمالي ايه؟ بص حضرتك، اول حاجه في التكلفه المباشره اللي هي المرتبات والتكلفه الثابته، الثابته، المكان والكهرباء والنور والكلام والنور معروف، وعندك الماده الخام والعلب والبخارات، برضو دي تكلفه اساسيه. وبعد كده حضرتك بيبقى في اللي هو سعر المصنع، لما بتيجي بقى التكلفه بسعر المصنع، بقى بتحط بقى نسب اللي هي الارباح، نسب بقى نسب تكلفه لفريق تسويق، تكلفه للموزع، حد هيوزع لك، وربح للصيدليات. يعني ال 10 جنيه دي مثلا في منها مثلا 30 جنيه او 35 جنيه. قصدك ال 100 جنيه منها 35 جنيه، منها 35 جنيه دول ما بين موزع وصيدلي. طيب، والتكلفه الثابته بلاس تكلفه الماده الخام نفسها. ايوه بالظبط. والتصنيع، والتصنيع زاد بقى، في عندك اداريين وفريق عمل دعايه للمنتجات. كل ده داخل في ال 35، ما هو انت في التسويق يعني البرانش التسويق كله على بعضه. لا بص حضرتك، 35 دي برانه اللي هو انت اللي بتاخد خلاص علبه ب 100 جنيه نسبتهم، نسبه التوزيع. بعد كده بيفضل لك 65%. 65% دول من بيتقسموا على تكلفه ثابته وتكلفه خام ومستلزمات الصناعه. بالظبط بالظبط. طيب ده يديك الحق، يديك الحق